في مجالات مختلفة، والمرأة شقيقة الرجل، وعندما تنافس الرجل يعني وخاصة في الأشياء المختلفة التي تدهننا دائما فيها المرأة وليس الرجل فقط، احنا ندعم انه نشجع في مجالات مختلفة، كل واحد في مجال مختلف، حتى ان احنا نتجمع في معرض زي هذا في المستقبل ونكون ليس كالبداية الآن، انما نكون اكثر. دعوة يعني لكل الأخوات خاصة الذين عندهم طموح يعني في العمل، ولكن الظروف المعينة لا يستطيع يعني بحكم عدد المسؤولين. طبعا أكيد أنه المرأة يعني شقيقة الرجل، وأكيد المرأة عندها يعني مواهب وعندها أشياء لازم تحاول تظهرها، وإحنا بحاجة أصلا أن إحنا نظهر النساء بصورة أفضل، وعندنا نساء وكوادر فعالة في المجتمع، فأكيد بشجعهن أنهن يسعين للعمل المجتمعي وأنهن يشاركن في كل يعني في كل الفعاليات. أكيد يعني. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله أقبل. طبعا إحنا لمدة 3 أيام موجودين هنا، الصورة بسيطة فقط على أساس الكل يعرف المكان، وإن شاء الله إحنا معاكم نواصل، وأتمنى لكم التوفيق، وأهلا وسهلا بكم، لأن أنتم أتيتم من ولاية أخرى، وإن شاء الله في المستقبل يكون يعني أكبر وأكبر، وندعم هذه المجالات، وهذا المعرض سيكون نقطة وصل بيننا جميعا، ليس مقتصر فقط على يوم المعرض فقط. إحنا في صفحة يمانيون أو في أي إعلانات إحنا متواجدون وموجودون في أي وقت، على أساس يكون نقطة وصل بيننا جميعا حتى في المستقبل نكون أكثر وأكبر. إن شاء الله. شكرا لك. طبعا لا لحظه هكذا نبدا عادي هكذا وبعدين ندخل الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسعد الله مساك. مساك بالخير والعافيه. عيد مبارك وعام انت بخير. وانت بخير وفي صحه وسلامه. اللجنه الاعلاميه طبعا تغطيه الموكب قصدي المعرض لمده 3 أيام. الصفحه الرسميه صفحه يمانيون، قناه الجاليه الفضائيه وقناه المغترب الفضائيه. انطباعك، ممكن تعرف على اسمك والكمبيني الذي انت فيه، وكذلك انطباعك على المعرض. او اخوكم اسامه المثيل من شركه سدري بيز، وايضا الاخ محمد من جولي للعطور. انطباعنا ما شاء الله للامانه يعني عمل جبار، وانما يدل على الجهد الذي شغالين انتم عليه كشباب وكمنظمين. أول مرة أشوف الانبهار بشركات شبابية يمنية، من إحنا كالسارابس إلى شركة عملاقة، فإن شاء الله بيكون حدث تاريخي، ونتمنى من الجميع الحضور والمشاركة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وحنا بدورنا إن شاء الله يكون هذا نقطة وصل بيننا جميعا للتعارف، وكذلك إبداء الخبرات فيما بيننا البين، كذلك أن يكون ليس مقتصر على المعرض فقط، إنما فيما بعد المعرض، وإن شاء الله المعارض القادمة التي ستكون أفضل وأكبر. أكيد. في كل المجالات. أكيد بإذن الله. إن شاء الله هذه بداية الثمرة، إن شاء الله بتكون شيء جميل. إن شاء الله بداية الغيث قطرة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونحن متواصل معكم لمدة 3 أيام. شكرا جزيلا. دعونا نتعرف على هنا. طبعا قبل ما أبدأ طبعا عسل بي، ومن لا يعرف عسل بي طبعا معروف منتجات، وعسل بي من يعني من أهم الأشياء الجميلة الموجودة، والذي عرفناها وطعمناها صراحة، ومن يعني أفضل الناس معانا العم عثمان الغزالي والأخ معاد الغزالي. دعونا نتعرف على عم عثمان. السلام عليكم عمي عثمان، نقول لكم اهلا وسهلا يا عم عثمان، وعيدكم مبارك، كل عام انتم بخير. احنا اللجنه الاعلاميه المغطيه للمعرض، قناه المغترب وقناه الجاليه الفضائيه وصفحه يمانيون عبر الفيسبوك، نقول لكم عيدكم مبارك وكل عام انتم بخير. عم عثمان اهلا وسهلا بك من ولايه مشيغن، طبعا انت غني على التعريف والشمس على العلم، وصراحه العم عثمان ليس مجامله من اهم الداعمين المعنويين لي يعني صراحه يعني ما شاء الله عليك. ممكن تخبرنا على انطباعك المعرض عم عثمان؟ احنا متفائلين ان شاء الله بالخير، ولكن ان شاء الله متفائلين بكل خير. كبدايه كمعرض اول يقام في نيويورك، يعني كم تعطي نسبة يعني المعرض تفاؤلك تعرفك على الناس، نقطة الوصل بين اليمني بينهم البين من مختلف المجالات؟ والله العظيم من الآن احنا واصلين ما فيش أي حاجة، ولكن إن شاء الله متفائلين بكل خير. إن شاء الله لمدة 3 أيام، ونحن معكم لمدة 3 أيام.
ونقول لكم اهلا وسهلا وان شاء الله. طبعا هذا عسل بي يعني غني على التعريف، المركز الرئيسي حقهم في مشيغن افنيو دربون. العنوان عنوان في وارن، المحل الثاني على ستيلين هايس. ستيلين هايس وارن، يعني ما شاء الله. اهلا وسهلا بكم بقدومكم، انتم داعمين واقتصاد وطني حر وتراث بكلكم، يعني اديب دائما رجل المهمات الصعبه دائما. تسلم انا في ذلك، هذا واجبنا على الولايات على عينك. الحمد لله. طبعا عندما نتحدث عن العسل نتحدث على التراث، عندما نتحدث على منتجات العسل نتحدث على شيء اسمه الوطن وهوية وطنية وانجذاب للوطن. الله دائما يعني ما شاء الله. احنا منتجات العسل اتمنى الرحمن الرحيم ذوب منتجات العسل. دكتور اديب تفضل. اصطبح هذا والله تسلم. ان شاء الله انا باخذه. وهذا الاخ نبهان، تحياتي للاخ نبهان المليكي الذي موجود في المهمات وجيت عندنا المحل. ايش حياك الله، اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ان شاء الله سنعود نسلم على الاخ معاد على الطريق. اخي معاد السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم اولا، وعيدكم مبارك، كل عام وانت بخير. انطباعك على المعرض؟ سو فار سو جود ان شاء الله. نتمنى انه في زوار كثير ان شاء الله. ان شاء الله يعني كمعرض اول يعني ان شاء الله ندعو. هذا المعرض الثاني، الاول في الاباما. الاول في الاباما، الاول في نيويورك. انا اقصد الاول في نيويورك. احنا هل تدعم مثل هذه المشاريع والمعارض يعني كونها كبدايه لليمنيين؟ نعم ندعمهم، ليش لا؟ ان شاء الله اتمنى لك التوفيق. اهلا اهلا وسهلا بكم، واتمنى لكم التوفيق والنجاح. ان شاء الله احنا نغطي معكم 3 ايام هنا ان شاء الله. وان شاء الله نحن. شكرا اخي معاذ، حفظك الله وراك. لا لا موجود. ايوه انت هاني كم تيسم شو انا تيس انت تعلمي هو ده بس هاني. اي نو ليرا حبيبي ليرا شاي ده كلين دو. اي لاف ذات دو. صورها. هاو از ات؟ جود. بس الريل ريل هاني از اورجانيك. يلا يلا. سي هاو از ات؟ اسبريسو. ثيك. هذا مش ما شكرا جزيلا، اتمنى التوفيق. اوكي سي ليرا. ويت تيك ذس اوت. هوز هير؟ از نوت نوبادي هير رايت؟ نوبادي هير. عملنا هذا عملنا ولا بنول. السلام عليكم، كيف حالك؟ ممكن نتعرف عليك؟ عيد مبارك، كل عام وانت بخير اولا. اياك ان شاء الله.